للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من لندن الأستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني. أستاذ محمد، مرحبا بك. واشنطن أدرجت الناقلة الإيرانية أدريان درياوان على قائمتها السوداء بعد تأكيد بومبيو أنها متجهة لميناء طرطوس. كيف ترى هذا التعنت الإيراني وما تداعياته؟ في البداية أحيي حضرتك الدكتور سمير الغالي وأيضا السادة المشاهدين. طبعا موضوع الناقلة هو جزء من صراع كبير يمتد إلى ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة، بل يمتد إلى الصين وأوروبا اللتين يعتبران الداعمين الأكبرين للنظام الإيراني حاليا. والولايات المتحدة تحاول أن تسحب هذه المساحات من هذه الدول الداعمة لإيران، خاصة فيما يتعلق بتصدير نفطها. وتمثل ذلك في موضوع هذه السفينة العملاقة التي تنقل النفط إلى سوريا من قبل إيران، لكن الموضوع لا يمكن اختزاله في هذه السفينة وأن إيران ستستطيع أن توصل هذه السفينة إلى سوريا أم لا. الموضوع أكبر وأوسع من ذلك. على سبيل المثال، خلال الفترات القليلة الماضية، أتحدث عن الأيام الماضية، الصين زادت شراء نفطها، شراء النفط من إيران بنسبة ضعفين، والحديث الآن عن أنه الصين تشتري يوميا 300,000 برميل من النفط من إيران، خلافا لي أو مواجهة للعقوبات الأمريكية. وذلك أيضا يتعلق بصراع آخر بين الولايات المتحدة والصين، والجميع يعرف عنه. فإيران الآن أصبحت ساحة صراع ما بين القوى العظمى، من يدعمها، هناك من يدعمها كالصين وألمانيا على سبيل المثال أو فرنسا، وهناك من يريد تطويقها كبريطانيا، وهناك من يريد تغيير سلوكها وإسقاط نظامها كالولايات المتحدة. بمعنى أنه الحرب التي شاهدناها على الساحة العراقية والساحة السورية وبشكل عام المنطقة العربية تنتقل تدريجيا إلى ساحات أخرى، منها إيران أو كشمير. فالمشهد هو أوسع من موضوع ناقلة أو حتى جغرافيا. إذن يعني ما الجدوى من العقوبات من وجهة نظرك؟ يعني إلى مدى ترى أن هذه العقوبات هي كافية لردع عمليات تهريب النفط الإيرانية؟ يعني الموضوع هو لا يستطيع القول أن الولايات المتحدة ستستطيع أن تصفر كمية تصدير النفط الإيراني يصبح صفرا، لكنه إذا نلاحظ ونقارن بعد تمرير أو توقيع الاتفاق النووي، إيران استطاعت أن تصدر يوميا 1.5 مليون برميل من النفط، والآن وصلت إلى هذه الكمية إلى أقل من 400,000. يعني الولايات المتحدة استطاعت أن تقلص نسبة تصدير النفط الإيراني بما يقارب بنسبة 80%، أي الولايات المتحدة استطاعت أن تقلل من المصادر من العملة الصعبة لإيران، إيراداتها من العملة الصعبة حتى تمولها على مشاريعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا والمغرب والجزائر وأفغانستان وباكستان، كل هذه المناطق إيران لديها، وأيضا أمريكا اللاتينية. حينما الولايات المتحدة فرضت هذه العقوبات، نرى أن أذرع إيران وأذيولها في المنطقة وقعوا في أزمة، ومنهم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان. فالولايات المتحدة استطاعت أن تحقق مكسبا كبيرا خلال العام الماضي، نظرا لدعم الصين وأوروبا اللامحدود لإيران، لأنه الولايات المتحدة الآن لا تصارع إيران فقط، هي تصارع ألمانيا وفرنسا، اليابان، الصين وإيران. فالموضوع أوسع من إيران وأكبر من إيران. واشنطن أكدت أنها ستتخذ إجراءات متسقة مع العقوبات إن توجهت الناقلة إلى سوريا. يعني ما هي هذه الإجراءات المتوقعة بالإضافة إلى العقوبات التي ذكرت مدى تأثيرها بنسبة 80%؟ يعني الإجراءات التي الآن الولايات المتحدة تعمل عليها ومن يدعم الموقف الأمريكي تتعلق وتتركز حول الساحة اللبنانية حاليا، نتحدث عن الظرف الحالي،
ونرى أن هناك تصعيد كبير اتجاه أذرع إيران في لبنان وفرض عقوبات كبيرة على المصارف وعلى رجال الأعمال الذين يدعمون حزب الله والميليشيات الإيرانية هناك، وأيضا لا ننسى الساحة العراقية والتصعيد العسكري. إذا لاحظنا قبل القصف الإسرائيلي بين القوسين، وأنا أصفه بقصف أمريكي وليس إسرائيلي، بمعنى أن دون أمريكا لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك في العراق، أو بدون روسيا لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك في سوريا. فهذا الغطاء، أو إسرائيل أصبحت ذراعا روسيا أمريكيا في الساحتين السورية والعراقية لتنفيذ أجندة معينة. قبل هذه الهجمات على مواقع ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابية في العراق، كنا نلاحظ أن إيران تصرح بلهجة عالية جدا وتهدد بأنها ستغلق المضيق وستوقف الناقلات. يعني مع التصريحات الشديدة اللهجة والتهديدات الإيرانية، هناك أيضا تصريح للخارجية الإيرانية أكدت فيه أن الولايات المتحدة تبدي مرونة في بيع النفط الإيراني والحصول على عوائده، كيف تقرأ ذلك؟ في البداية إذا نريد أن نستقرأ هذا التصريح من نظام طهران، يجب نفهم ما هو خطاب الملالي في طهران. الملالي دوما يحاولون أن يوظفوا تغير ما لصالحهم، ويقولون بأن المقاومة بين القوسين انتصرت على إسرائيل وانتصرت على الولايات المتحدة وانتصرت على هذا وعلى ذاك. الولايات المتحدة في حرب مع الصين، والآن الحرب مع الصين مشتعلة في هونغ كونغ، والصين تحاول أن تضغط على أمريكا حتى تخفف على نفسها، فهي صعدت من شراء نفط الإيراني حتى تضغط على الولايات المتحدة، ويصبح لها ورقة لتضغط بها على الولايات المتحدة. في الواقع هذا ما تسميه إيران، أو ما مسماه عباس عراقجي نائب ظريف بأنه مرونة أمريكية، هو في الواقع جزء من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وليس مرونة مع إيران. إن كانت الولايات المتحدة أن تريد أن تبدي مرونة اتجاه إيران، فلماذا فرضت العقوبات أصلا؟ فالموضوع هو ليس كما تصوره طهران، والخطاب الملالي المخادع والمراوغة التي تستخدمها عادة إيران في هذا الجانب، تحاول أن توظف الأحداث التي تتعلق بها أو ترتبط بالساحة الإيرانية باتجاه أنه هي انتصرت على الولايات المتحدة، أو المقاومة انتصرت على هذا وعلى ذاك. أيضا الرئيس الأمريكي قال إن بلاده غير متورطة في انفجار صاروخ إيراني لدى إطلاقه، لماذا برأيك ترامب يعني ذكر هذه الحادثة تحديدا؟ يعني هذا التغريدة على حساب ترامب في تويتر هي لها رسالة بمستوى كتاب فيها معلومات، يعني الصورة وبضعة الكلمات التي كتبها ترامب. أولا في الواقع القراءة الحقيقة لما نشره ترامب أنه تبنى أو أبعث هذه الرسالة بأنه نحن قمنا بذلك وصورنا الحدث بأدق التفاصيل، وطبعا الصورة التي نشرت في البداية على وسائل الإعلام كانت أقل دقة، بعدها ترامب نشر صورة أخرى بأكثر بتفاصيل أكبر، وطبعا الصورة الحقيقية التي لديهم ولم ينشروها بتفاصيل أكبر مما نشره ترامب. الموضوع الآن الولايات المتحدة تستخدم التقنيات الحديثة السرية لضرب القدرات الإيرانية أو ما أوصلته الصين وألمانيا إلى إيران من تقنيات عالية، ومنها إيران كانت بإمكانها أن ترصد وتشوش على جهاز أو أجهزة الرصد للسفن في الخليج العربي. نشكرك، نعتذر منك أستاذ محمد المدحشي لضيق الوقت في الأخبار من لندن. أستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.